سلام حبيباتي، سلام الزينات. ان شاء الله تلقاكم الفيديو تاعي بصحه وعافيه. اليوم طليت عليكم باول فيديو في سلسله جهاز العروس، ان شاء الله يعجبكم. وقبل ما نبداو خياتي، نتمنى من كل وحده ماشي مشتركه تشترك في القناه وتفعل زر الجرس باش يوصلها كل جديد نشاركو معاكم. وديروا لي جميع البنات ما راكمش راحين تندموا، على بالي راح تستفادوا بزاف من الفيديوهات اللي راني حنحطهم لكم. والفيديو تاع اليوم راح يكون على السرابط ولي سورتي دبا والمناشف اللي تقدروا تدوهم في جهازكم. الوغ يا البنات، كملوا معايا الفيديو للاخر، راح يعجبكم بزاف بزاف. واول حاجه راح تشوفوها معايا هي هاد السورتي دبا اللي جاي بزاف هايل. وكما راكم تشوفوا حبيباتي، هذا تاع الترك وكان عجبني في البلون كاسي، وتاني عجبتني لابواط تاعو، جايه بزاف شابه جوغ هكا. كي نشبحوها بالحاشيه ونبعثوها في تعليق الشوره تجي بزاف شابه وبريزونطابل. ودوك نفتحو لكم من الداخل وتشوفوه كيفاش داير. فوالا حبيباتي، جاي فيه 4 بياس، فيه هاد السربيتة الكبيرة وفيه سورتي دبا وفيه سربيتة صغيرة وفيه هاد البنطوفة اللي جاية بزاف شابة. دوك تشوفوها معايا، فوالا فيها هاد لي ديتاي لهنا بالموف، وفيها هاد لي بياغ لهنا بالبلون، وفيها هاد الوردات اللي جايين صغار هكا وشابين. ان شاء الله تكون عجبتكم. وتن حبيباتي دوك نفتح لكم هاد السربيتة الكبيرة وتشوفوها معايا كيفاش جاية. فوالا حبيباتي، جايه بزاف كبيره وهايله. وكنت لقيت هذوك لي سورتي دبان اللي جو كامل سامبل، ما فيهمش كامل لي موتيف، ولقيت ثاني هذوك اللي جو شارجي بزاف مي ما عجبونيش. كنت خيرت هذا اللي فيه لهنا شويه دونتيل وفيه غير شويه لي بيغ هكا باش يجي اوتيليزابل، باش تقدروا توتيليزيوه وتستعملوه. وتن فيه غير حاجه خفيفه باش يبان تاع عروسه. وكما راكم تشوفوا الكاليتي تاعو جايه بزاف هايله وجاي ينشف، وننصحكم به اللي في اذا لقيتوا هذوما تاع الترك اللي جو هكا كاليتي غير شرو منهم يلو كان سورتي دبان واحد. فوالا دوك نزيد نفتح لكم هاد السربيته الصغيره وتشوفوها كيفاش دايره. وهذا حبيباتي كنت شريته من الجوف من المارشي تاع باب الزوار، وكنت شريته 850 الف. وتلقاو بزاف لي موديل، تلقاو هذوك اللي يجوا تحت لي جونو كيما هذا تاعي، وتلقاو ثاني هذوك اللي يجوا قصار لهنا وعندهم هكا لا كابيش. انا كنت شريت هذا اللي يجي طويل تحت لي جونو، وهما كانوا جابوا لي في الفيونساي هذاك اللي يجي قصير لهنا ويجي عنده لا كابيش. كي نوريكم ان شاء الله، كي ندير لكم فيديو ان شاء الله على واش جابوا لي في الفيونساي نوريه لكم. ودوك حبيباتي شوفوا معايا هاد السورتي دبان لهنا كيفاش جاي. جاي فيه خدمه لهنا كيما في السربيته وفي البنطوفه تاعو لهنا عند الرقبه، فوالا هكا باش يبان تاع عروسه حاجه شابه. هاوليكم وتن كيما قلت لكم جاي ينشفوا بزاف هايل، ننصحكم بهم. وهذا جاي طويل تحت لي جونو. ودوك حبيباتي كيما راكم تشوفوا، هذا هو السورتي دبان اللي كنت شريته للزوج الكريم، ربي يحفظه لي ان شاء الله ويحفظ لكم كامل احبتكم. وكنت خيرته في الكريب الدوري، جاي بزاف هايل. وتن هذا تاع الترك لا مارك تاعو جايه بزاف هايله، والكاليتي تاعو تن جايه بزاف هايله. دوك نفتحه لكم وتشوفوه كيفاش داير. فوالا حبيباتي، جايه الكاليتي تاعو هايله. وتنشوفوا هذوما هاد الموتيف اللي هنا بالدوري، زاد فيه النص، جا بزاف شباب. وهذا حبيباتي جايين فيه 3 بياس، جاي فيه هاد السربيته الصغيره وفيه هاد السورتي دبان اللي جاي طويل تحت لي جونو، وجاي هاد وجاي فيه هاد السربيته الكبيره. دوك نفتح لكم هاد السربيته وتشوفوه كيفاش داير. فوالا جاي كامل قري وجاي محفر هكا، محفر بهذوك لي ديسان اللي يبانوا لكم. ومن الداخل شوفوا الكاليتي تاعو شحال هايله، جاي ينشف. وهذا حبيباتي كنت شريته في نفس النهار اللي كنت شريت فيه السورتي دبا تاعي، وكنت شريته تن من الجرف، وكنت خلصته 650 الف. جاي قماشو بزاف هايل وجاي ينشف. ولقيت هادوك تاع لاشين نورمالمون 350 الف لقيتهم، مي جايين شويه ناقصين في الكاليتي. وهادو ما حبيباتي تلقاو بزاف لي مارك، وكل ماركه وشحال تلقاو البخي تاعها. ننصحكم تشرو هكا اللي يجو هكا كاليتي، واللي يجو حاجه مالغري غاليين مي ولا غير حاجه شابه، ممكن تغسلوهم ولا تستعملوهم ما يحولوا ما يزولوا ما يصرى لهم والو. وتنسي يدو هادو مالي كولاغ اللي يجو شويه كلاغ، على خاطرش جوغ ممكن وطحتي فيه زعما هكا يحول، ولا كيحول ما يبانش، ماشي كيما هادوك البوردو ولا البلونوي غير تغسليه زعما ويحول لك، ولا مع الوقت يبان باللي قدام، ماشي كيما هادوما. هادوما جوغ يقعدو
فوالا هاوليكم لا مارك تاعو تاع الترك جاي بزاف هايل، هاوليكم من الداخل جايين الشف، وهذا يجي طويل تحت لي جونو. ودوك حبيباتي لحقنا لهاد لا سيري تاع لي سيرفيات اللي جايه بزاف هايله، وتنشوفوا لا بواس تاعها شحال شابه، وهذه هي نفس لا مارك مع السورتي دبان اللي كنت وريته لكم في الاول. وهاي ليكم من الداخل كيفاش جايه، جاي فيها 6 لي سيرفيات، فيها البلون كاسي وفيها البلون وفيها الغوز وفيها الباج وفيها هذه الغوز كلير وفيها هذه اللي رايحه للموف. ودوك نفتح لكم وحده وتشوفوها من الداخل كيفاش جايه. وهادو ما حبيباتي جايين كاليتي وجايين بزاف هايلين، وكيما على بالكم هادو ما تاع الترك جوغ اغسلي ونشفي، ما تخافيش كامل يخسروا لك ولا يحولوا ولا كاش ما يصرى لهم. وتن خيرتهم هكذا جايين جوغ شويه غلاسي وجايين محفرين، ما حبيتش نشريهم هادوك اللي فيهم لي بيير ولا اللي فيهم دونتيل كيما هذاك السورتي دبان اللي وريته لكم في الاول، على خاطرش كيما على بالكم هادو ما نستعملوهم يوميا باش يجونا هكا براتيك، باش كي نشفو بهم نحسو روحنا الاز. وهاد لي سيرفيات حبيباتي كنت شريتهم من عند نفس الحانوت اللي شريت من عنده لي سورتي دبان تاعي تاع الزوج الكريم، وكنت شريتهم 550 الف، وكاين بزاف لي موديل، وكاين تن الكاليتي تختلف من موديل لموديل، وتن لي بري يختلفوا. الوغ نتوما على حساب دراهمكم وعلى حساب الكاليتي اللي عجبتكم. وكاينه هاد السربيته حبيباتي، وهذه هي جايه غير وحده، مدها لي هاد السيد اللي كنت شريت من عنده لي سورتي دبان وهذاك الباكي تاع لي سيرفيات، وكنت خيرتها في الباج هكا، وفيها هاد الدونتيل وفيها لي بيير. هادو ما حبيباتي ما ننصحكمش بهم وما تكثروش منهم، على خاطرش فريمون يديرونجيو كي تمسحوا بهم، وتان هادو ما لي بيير مع الغسيل وكامل يطيحوا لكم، الوغ ايفيتيوهم. فوالا نفتحها لكم تشوفوا الكاليتي تاعها كيفاش دايره، كيما هادوك اللي شريت انا خاطرش هادي تان تاع الترك. ودوك حبيباتي لحقنا لهاد لي دو سيرفيات اللي كنت وريتهم لكم من قبل في هذيك لافاليز اللي فتحناها كيف كيف، وقلت لكم باللي شريتهم من محلات الحاج الحسين في دويره، وكنت شريت الوحده 40 الف، ولقيت بزاف لي كولور، وكنت خيرت هاد الزوج وحده بلون ووحده في الموف، واللي جايين بزاف هايلين وينشفوا وفيهم غير شويه دونتيل هكا، وجايين بزاف شابين. دوك نفتحهم لكم وتشوفوهم كيفاش دايرين. وتن حبيباتي ما تنساوش تكتبوا اللي راكم تجهزوا، لازم تشرو سورتي دبانيك وسورتي دبان الزوج ديالك، وتشري اون سيري تاع لي سيرفيات اللي تستعمليهم يوميا في هكا في الترويس تاعك، وزيدي تشري هادوما اللي يكونوا وحدهم، ولا تدي دو سيري كيما حبيتي. انا شريت غير هذيك لا سيري اللي وريتها لكم قبل، وقلت بالك نزيد واحده اخرى، وهادوما اللي وحدهم تان تستعملوهم، وكثروا من لي سيرفيات على خاطرش قد ما تكثروا تستعملوهم سورتو في ايامكم الاولين. ودوك نروحوا لي سيرفيات اللي زعما نستعملوهم كي يجونا ضياف ولا لي زانفيتي ولا، وكنت شريت هادوما، كنت شريت هادوما الزوج الكبار وهذه وحده صغيره. دوك نفتح لكم هذه الكبيره الغوز وتشوفوها كيفاش دايره، وهذه هي كنت شريتها 120 الف للوحده، وجايه فريمون كبيره كبيره بزاف فوالا، وجايه بزاف هايله وتنشف، شوفوها شحال هايله. الوغ يا البنات ادوا على الاقل وحده كبيره للنساء ووحده كبيره للرجال، باش كي يجوكم هكا ضياف ما تحصلوش وتمدوا لهم تاعكم اللي تستعملوهم كل يوم، ديروا لهم تاعهم سبيسيال. وتن كنت شريت هديه صغيره، هدي كنت شريتها 50 ميل، هاي ليكم جايه تنشف وهايله. وهذه تن حبيباتي كنت شريتها مع هذه، وكما راكم تشوفوا نفس الموديل، وكنت شريتها 120 الف، وهذه قلت نخليها للرجال، وكنت شريتهم من ساحة شهادة. دوك نفتحها لكم وتشوفوها كيفاش دايره، جايه بزاف هايله وتنشف. ودوك حبيباتي نجو لهاد لا سيري اللي جايه بزاف هايله، ولي كولور تاعها كانوا عجبوني، جايين هكاك شغل فونسي هكا، جايين هايلين. على بالي كاين اللي ما يعجبوهمش هاد لي كولور، مي ولا غير انا عجبوني. وهادو ما حبيباتي كنت شريتهم، كنت شريت لا سيري هادي كامل 150 الف، فيها 6، وقلت كي لقيتها هكا جوغ جايه ما تنشفش مليح، قلت نخليها اكرمكم الله نستعملوها للرجلين. وما تنساوش يا البنات تدو معاكم اون سيري ولا 4 ولا، ديروهم سبيسيال باش تمسحوا بهم رجليكم.
فوالا كيفاش دايره. دوك نفتحها لكم، هاي ليكم تشوفوها كيفاش دايره، جايه محفره وجايه فيها هذيك الورده بلي بيغ، وهاد لي بيغ ما يطيحوش مالغري تغسلوها ما يطيروش. فوالا هاي ليكم، هكذا راهي تبان لكم، وراهي مطويه على زوج، جايين كبار هايلين. ودوك حبيباتي نطويهم هكا بوحد الطريقه، ونوري لكم كيفاش زعما كي تطويهم باش تبعتوهم هكا، باش تبعتوهم في تعلق الشوره ولا اطويهم هكا بهذه الطريقه، وربطوهم بالحاشيه يجوا بزاف شابين. وخلو هكا لي كولور زعما رتبوهم من الفونسي للكلير، انا مانيش مرتبتهم بصح نتوما رتبوهم من الكلير للفونسي ولا من الفونسي للكلير، وخلو هذيك الورده كي تطويهم باش تجي جهه وحده. فوالا دوك جينا لهاد السربيته اللي كانت عطاتها لي ماما، جايه بزاف هايله، وهديه جايه وحدها، وقلت نخليها بالك كي ندير لي باندويل شعري نديرها، على خاطرش لازم تدو على الاقل وحده ولا زوج معاكم باش تستعملوها لي باندويل، باش ما تخسروش هذوك لي سيرفيات اللي تستعملوهم يوميا. وكنت نشريت هادو مزوج حبيباتي، وكنت شريتهم 35 من محلات الحاج الحسين، وهادو ما قلت نخليهم تان لضياف، وحده للنساء وحده للرجال، هادو ما صغار تاع الوجه. فوالا دوك نفتحها لكم وتشوفوها كيفاش دايره، جايه بزاف هايله، هاي ليكم، وجايه تنشف. تحبوا تشرو الفوطه الكبيره والسربيته الصغيره هذه تاع الوجه كيف كيف، تخلوهم للضياف ولا لي زانفيتي، ولا تحبوا تشرو زعما سربيته كبيره وحدها وصغيره وحدها وتحطوهم كيف كيف كما انا شريت كل حاجه وحدها. وتن حبيباتي كنت شريت هاد لاسيغي تاع لي سيرفيات، وكنت شريتها 200000 نورمالمون، وحده 50 ميلي بهم، وكانوا عجبوني بزاف، جايين هكا ينشفوا، جايين جوغ ما فيهمش لي بيغ ولا كاش حاجه، جايين هكا فيهم هاد الرسومات، جايين بزاف هايلين، وجايين فريمون ينشفوا كما راكم تشوفوا، جاي تيسو تاعهم جاي بزاف هايل. ونصحكم تنبيهم يا لي في هادو متان تاع كل يوم، هادو ما شريتهم زعما تاع كل يوم، وكما قلت لكم السرابط قد ما تدو ما تندموش عليهم، ماشي كيما اللبسه كي تديها زعما تدي موضه ولا زعما تحسي روحك ديتي بزاف ولا، مي السرابط قد ما تدي مليحه، على خاطرش كيما على بالكم يوميا تدوشي ويوميا تبدلي ويوميا جوغ تحبي تبدلي، تحبي تنوعي في السرابط، تحبي تبدلي زعما ديكور في سال دو بان، كي تحبي تبدلي ولا تحطي اون سيغي كيما هذيك. وهذوك حبيباتي كنت شريتهم تاني من ساحة شو هذا. ودوك جينا لهاد لا سيغي تاع حبيباتي اللي كنت شريت منها ثلاثة، وكنت شريتهم الوحده 60000 طاحوا لي ثلاثة 180000، وكنت شريت الغوز وهدي المارون وهاد الفاغ، وهادو ما حبيباتي تقدروا تبدلوا بهم هكا تاع كل يوم، هادو ما تاع الهند كما راكم تشوفوا، هادو ما تقدروا تبدلوا بهم كل يوم، ولا تقدروا تمدوهم هكا دي كادو كي تروحي عروسه وتمديهم هكا دي كادو لسلافك ولا المهم الناس دارك هكذا. فوالا كيفاش جايه، جايه تنشف وبزاف هايله وفريمون كاليتي. ودوك حبيباتي بعد ما كملنا مع لي سيرفيات تاع الوجه ولا تاع لي زانفيتي ولا اللي تقدروا تمدوهم هكا دي كادو، نجو لهذوما لي بتيت سيرفيات اللي تحتاجوهم في نظافتكم الشخصيه، ولا بعد ما تدخلوا للتواليت اكرمكم الله تستعملوهم باش تمسحوا المنطقه الحساسه باش ما تصرايكمش انفيكسيون، وتن باش ما تكحاليكمش. وتن حبيباتي تقدروا تستعملوهم بعد العلاقه الجنسيه باش تمسحوا بهم، وما تمسحوش بلانجات على خطاش تسبب لكم انفيكسيون. وكنت شريت 3 سيغي كما راكم تشوفوا، هذيك لا سيغي اللي تجي هاديه اللي تجي متوسطه، وهاديه اللي تجي صغيره كامل، وهذيك اللي منا اللي تجي كبيره شويه. وهادو ما حبيباتي فيهم ثلاثه كما راكم تشوفوا، فيها الغوز وجايه بزاف حنينه وتنشف، وفيها المارون، وفيها هذيك البلو كلير اللي جاي بزاف شباب، ولي كولور تاعها كانوا عجبوني. فوالا، وهاديه كنت شريتها لا سيغي 20000 فيها ثلاثة كما راكم تشوفوا،
وتان حبيباتي كنت شريت هاد لا سيري، وهاد لا سيري كنت شريتها نورمالمون 25 ميل، وفيها هاد الموف اللي جايه بزاف شابه، وجايه الكاليتي تاعها حنينه كيما هذيك اللي وريتها لكم، كيما هذه فوالا جايه تنشفتان وهيله، وفيها هذيك الجون وفيها هاد الغوز، وهذه كما قلت لكم كنت شريتها 25 ميل، وكنت شريت هاد لا سيري حبيباتي. هاد لا سيري فيها 6 وتجي كبير على هادو مشويه، هذه هي لا سيري الكبيره فيهم، وهذه تجي تشبه لهذوك لي سيرفيات الكبار اللي نمسحوا بهم الوجه. شوفوا شحال هايله شحال هايله، وتاني الكاليتي تاعهم جايه بزاف هايله وتنشف فوالا حبيباتي. وهادو ما عندهم عده استعمالات، تستعملوهم زعما ليكم ولا تستعملوهم تمسحوا بهم غبار ولا كيما حبيتو. وهادي نورمالمون كنت شريتها 35 ميل، ولا نورمالمون فيها البري. وهاد لي سيرفيات حبيباتي سيو كيفاش تغسلوهم صابون ما يكونش فيه لي برودوي شيمي كيما صابون حجره، وتان نشروهم في بلاصاتكم فيها شميسه هكذا باش كامل لي باكتيري يموتوا. وتان حبيباتي سيو كيفاش تبدلوهم يوميا ولا صباح وعشيه هكذا باش تحافظوا على نظافتكم الشخصيه وعلى المنطقه الحساسه. وتان حبيباتي كنت لقيت هاد الموديل وعجبني بزاف، وجاي فيه دو بياس كيما راكم تشوفوا، كنت شريت منه دو كولور، كنت شريت هاد الغوز كلير وهادي اللي راح في الجون كلير، جايه بزاف هايله. وتان حبيباتي جو دو بياس كيما راكم تشوفوا، شوفوها شحال هايله، فيها لهنا شويه دونتال وفيها هذيك هذاك النو بالحاشيه، شوفوا شحال هايله. وتان تجي حنينه كي تمسحوا بها لابو تاعكم، تحسوها هكذا حنينه بزاف هايله. فوالا دوك نفتح لكم السربيته تاعها وتشوفوها كيفاش جايه. هذه تن قلت نخليها لا زون انتيم، هذه جوغ باينه تاع عروسه. فوالا حبيباتي في هاد الدونتيل لهنا اللي زاد فيها النص، وتن جايه هكا حريره كي تمسحوا بها لا زون انتيم، تحسوها كشغل يدير لكم ماساج، تجي بزاف هايله. وتن حبيباتي دوك نفتح لكم الدوزيام وتشوفوها جايه كما هي، ومام لا كولور تاعها جايه حلوه. وكما قلت لكم حبيباتي دو على حساب مقدوركم، واللي حبت تكثر نورمال تكثر في السرابط على خاطر راح تيليزيهم، وزيد ماشي حاجه اللي تندمي عليها. ودوك حبيباتي لحقنا نهاية الفيديو، ان شاء الله يكونوا عجبوكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من نصائح اللي قدمتهم لكم. وما تنسوش حبيباتي ديروا لايك للفيديو وتبارطاجيوه مع لي زامي تاعكم هكذا باش تكبر قناتنا، وتهلاو في روحتكم، نحبكم.